نخش في بعض النقاط الفنية اللي انت محضرها لنا، نعم وبنتكلم على بعض النقاط الفنية من خلال طب. اسلوب لعب، من خلال طريقة نعم لعب، من خلال كمان ارقام ممكن اكيد تعرفنا طبعا. عليها يعني. طب اكيد احنا كنا متوقعين زي ما قلت مباراه ربما تكون اكثر تنافسيه. طبعا نادي المريخ السوداني كان واضح جدا من الدقيقه الاولى ان هو ما بيضغطش على النادي الاهلي يا كابتن هاني صحيح طول الملعب، وبالتالي وانس انك تشوف فريق ما بيضغطش على النادي الاهلي بطول الملعب تعرف ان في جزء نفسي عنده هو خايف، هو قلقان جدا ان هو يضغط بطول الملعب، وبالتالي انا هسيب النادي الاهلي يعني يبني. او جزء تكتيكي برضه كريم، يقول لك نعم انا لو اديت مساحات للنادي الاهلي ممكن يعني في جزء طبعا في احترام وفي خوف ورهبه من نعم النادي الاهلي، ممكن يكون جزء تكتيكي ان انا عايز اقفل خطتي من ورا شويه وادي الاستحواذ للنادي الاهلي. وحافظ على لياقتي ممكن. بالظبط طب بالظبط طبيعي، لكن انا بتكلم فيها يا كابتن هاني، بتكلم في حته ان اللي دارس النادي الاهلي كويس جدا وعنده عايز يمنع النادي الاهلي انه يعني يعمل عليه كم هائل من الهجمات لازم تضغط يضغط من عليه، قدام. لازم تضغط من قدام. لكن في بقى خطوره ثانيه اللي حضرتك اتفضلت قلتها، ان قدره النادي الاهلي مظبوط على الخروج بالكره، ودي النقطه اللي عايز بس الساده المشاهدين يفتكروها، لان احنا النهارده هنجاوب لكم على السؤال اللي شاغلكم وشاغل ناس كتير حولين بيتسو موسيماني. يعني في احنا ساعات بنختلف وساعات بنحكم على بعض الامور، لكن هنجاوب من مباراه المريخ على بعض النقاط الفنية البعيدة عن التشكيل. ليه بقول كده؟ لأن معظم حكم الجمهور على المدير الفني بيبقى جزء منه التشكيل، لكن في أمور أخرى أنت بتشوفهاش، زي مظبوط النهاردة مثلا صحيح. وقفة اللعيبة في الملعب، صحيح. الدفاع النهاردة إزاي بخرج بالكورة، إزاي النهاردة فرقة زي نادي المريخ امبارح كان بيلعب 4-1 4-1 ومقفل في نص ملعبه. لك أن تتخيل كابتن هاني أن نجم مباراة امبارح في وجهة نظري كان أجايي قدر يعمل دور البلاي ميكر وسرق الحته دي من مجدي قفشه اللي هو نفسه ساعد ان اجي يعمل الدور ده. يعني مجدي قفشه امبارح عمل ما يشبه صانع الالعاب الوهمي عشان يسيب لاجي اللي هو اوريدي محطوط على الورق في بدايه المباراه جناح. اجي كان بيلعب قدام محمود وحيد او الناحيه الثانيه قدام محمد هاني، هو على الطرف، لكن اجي امبارح شفنا كل او معظم الكرات اللي استلمها في قلب الملعب، مظبوط الاسيست اللي عمله بعد ما قطع الكوره من قلب الملعب. فده يبين لك ان كان في خدعه عملها بيتسو موسيماني عشان يضحك بيها على نادي المريخ، وطبعا امانه ساعد فيها ان نادي المريخ ما طبقش 4-1 4-1 بشكل صحيح، طبقها بشكل سيء جدا. فلو معانا ممكن نعرض الصور اللي احنا محضرينها ونشوف وقفه نادي المريخ كابتن هاني في بدايه المباراه ال 4-1 4-1 في نص ملعبهم. زي ما احنا شايفين الفريق مش كومباكت طبعا، في مسافات شاسعه بالظبط كبيره جدا، عشان كده انا قلت بصراحه الفريق طبقها بس بمنظر، لكن فعليا الفريق كان سيء جدا في انتشاره في ملعب، مساحات شاسعه، وعشان كده لعيبه النادي الاهلي بتتحرك بسهوله جدا ما بين الخطوط.